بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف أشارككم في هذا الفيديو هذا الموضوع من موقع النهار، وسوف أضع لكم رابط أسفل الفيديو. سوف أقرأ على مسامعكم بعضا مما ورد فيه، وهو متعلق بموعد أول رحلة حج من الجزائر إلى البقاع المقدسة، حيث برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائر أول رحلة حج باتجاه البقاع المقدسة يوم 15 جوان الداخل، بعدما حصلت موافقة سلطات الطيران السعودي على برنامج الرحلات الخاص بحجاجنا الميامين. وكانت وزارة الحج السعودية قد حددت حصة الجزائر من الحج ل 2022 أو لسنة 2022 ب 18697 حاجا مبرور وسعي مشكور. وسأضع لكم رابط أسفل الفيديو من موقع منقولا لكم من موقع النهار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.